صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والسؤال أحسن الله إليكم يقول: هل من يكون في قلبه حقد أو حسد على أحد طلبة العلم يتحقق فيه كلام الله جل وعلا؟ وما هي النصيحة التي توجهون بها حيال من يكون في قلبه شيء من ذلك؟ لا شك أن الله جل وعلا أمر بمحبة أهل الإيمان وموالاتهم الأولين والآخرين، خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تكاملت المحبة تكامل الإيمان، وإذا نقص شيء من المحبة نقص شيء من الإيمان. نعم.